كل الأطفال معرضين أنهم يصابوا ببعض اللي يقعوا هنا وعم يركضوا نتيجة سرعة الحركة، أو ممكن يتشتت انتباهه وهالشي بيخليه أكثر عرضة للإصابة بكسور بجسمه، وتكون هاي الكسور متنوعة وإلى أنواع مختلفة. صحيح عفاف، اليوم رح نحكي أكثر عن هاي الكسور وشو ممكن تؤدي، هل إلى مخاطر مع خلينا نقول زيادة العمر، كيف الوقاية منها والعلاج وغيرها كثير من التفاصيل اللي رح يطلعنا عليها، والأسئلة أكيد رح يجاوبنا عليها ضيفنا الدكتور خالد نمورة، وهو اختصاصي واستشاري بجراحة العظام والمفاصل وعضو مجلس البورد السوري للجراحة العظمية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا. يعني اليوم عم نحكي عن إصابات هي ممكن تكون أكثر شيوعا عند الأطفال يلي عندهم حركة سريعة، عندهم تشتت انتباه، عندهم ممكن كثير قصص ممكن تعرضهم للإصابة بهي الكسور. خلينا نعرف من حضرتك اليوم شو هي أكثر الإصابات شيوعا عند الأطفال. هلا الكسر بشكل عام عند الأطفال يعني هي من الكسور الشائعة، تقريبا بحدود بين 12 ل 30 طفل لكل 1000 طفل ممكن ينصاب سنويا بهالكسور، فهي تعتبر كسور شائعة. هلا شو هو الكسر؟ الكسر هو عبارة عن انقطاع بالبنية، استمرارية بنية العضو. قد يكون هذا الكسر بسيط، عبارة عن صدع أو تشقق بقشر العظم، أو عبارة عن كسر كامل، يعني العظم كله بيتبدل، بنسميها هي الكسور المكتملة أو الكسور التامة أو المتبدلة. هلا أكثر الكسور شيوعا عند الأطفال بالدرجة الأولى هي كسور اللي بتصيب الثلث السفلي للساعد، هي كسور شائعة جدا. العظم الكابورا، عظم الزند، هي الكسور الشائعة. عندنا الكسور اللي بتصيب المرفق، خاصة كسر فوق اللقمتين، عندنا كسور الترقوة، عندنا كسور الفخذ، في كسور الزنبوب والشظية. هي أكثر 5 كسور ممكن يصاب فيها الأطفال. الكسور البقية طبعا أي عظم معرض للإصابة بالكسر نتيجة السقوط، نتيجة أذية مباشرة، الآليات اللي بتصير للكسر. الكسر مو بس عبارة عن رد أو سقوط، فنحن عندنا الكسر أسبابه ممكن تكون أذية، رد، سقوط، أو إصابات مباشرة، ضربة مباشرة على العظم بتؤدي إلى كسر، إلى نموذج خاص هذا الكسر، أو أذية غير مباشرة نتيجة التواء أو انضغاط أو انفتال أو شد أو تنشن نسميه أو توتر على العظم بيؤدي إلى كسور غير مباشرة. إلى صفات الكسر بيكون له نماذج معينة، إما مائل أو حلزوني أو معترض أو مفتل، مع قطع صغيرة أحيانا المفتت إذا ضربة كتير قوية ومباشرة، أو أزيات الهرس يلي بتصير مثلا ممكن حوادث سيارات، ممكن سقوط من ارتفاع شاهق، ممكن العظم يكسر مع قطعة حرة مثلثية الشكل، ممكن تعطيني هاي البتر فلاي بسميها، أو قطعة الفلاشة أو قطعة الحرة. هلأ الأسباب الثانية غير الأزية أو الرد، ممكن عندنا الكسور الجهدية، الطفل يعني عنده حركة زائدة بيقفز وبنط وما شابه ذلك، وعنده رياضة، وخاصة عند المراهقين اللي بيمارسوا الرياضة عظمهم طبعا بيكون ليل، بيكون مانو مثل العظم البالغ، فبيتعرض لشدات معينة نتيجة الجهد الشديد، العظم ما بيقدر يحمل هالشدات هاي، فبتوصل لي لكسر بنسميه كسور الجهدية. ممكن تصير بعنق الفخذ، ممكن تصير بالشظية، ممكن تصير بعظم الزنبوب بالساق، بهالنقاط هاي. الأسباب الثانية للكسور ممكن تصير عنا بالأسباب المرضية، يعني العظم في عظم غير طبيعي، إما نتيجة مرض وراثي من أثناء الطفولة طبعاً بعد الولادة، بنسميه أكثر شيوعاً هو تكون العظم غير التام إلى صفات معينة، هذا الطفل بيتعرض لكسور متكررة. قد تكون الكسور عفوية دون إصابة أو رد بسيط جداً يساوي له هذا الكسر. هي الأسباب بالنسبة للكسور وشيوعها. طيب دكتور خالد، خلينا نحكي عن نقطة مهمة اليوم. مثل ما حضرتك قلت، في أنواع مختلفة للكسور، وبالتالي رح يكون في كمان تعامل معها كأسعافات أولية قبل ما ندخل بمرحلة العلاج أيضا مختلفة. يمكن الشيء الشائع اللي بيعرفوه الناس أنه إذا شخص وقع أو تعرض لحادث معين، أول شيء إذا تغير لون الجسم صار هيك أزرق فبيقولوا له صار كسر، أو إذا ما أنك قدران تحركها كسر، وإذا شيء بالجسم بيقولوا له ما تحركه، يعني خليه ثابت بمكانه. شو الصح والغلط من هاي الأقاويل الشائعة اللي الناس بتعرفها؟
هلا الطفل وقت بيتعرض لاذيه رضيه كرض، يعني ما في سبب مرضي ولا في سبب اجهادي، غالبا بده يصير عنده الم مباشره بعد القصه، ممكن يصير عنده كدمه، ممكن يصير عنده ازرقاء، ممكن يصير عنده ورم، ولكن هي الامور قد يكون كسر وقد يكون تمزق بالاربطه او تمزق بالانسجه الرخوه او اصابه الانسجه الرخوه او اصابات وتريه. هلا وقت الاهل بيشوفوا هذا الشيء يفضل يراجعوا طبيب نتيجه الفحص. الكسر في علامات محدده قد تختلط مع علامات ثانيه، فالطبيب وقت بيشوف خلينا نوضحها مشان اللي عم بيشوفونا. اي تماما. هلا الكسر بشكل عام بيعطي دفء على الجلد، بيعطي حراره موضعيه، بيعطي دفء، بيعطي وزمه. هي اذا كان الكسر كبير شوي. الكسور البسيطه قد لا تظهر خلال ساعه او ساعتين، ممكن تظهر بعد 6 ساعات. الوزمه ممكن تتشكل بعد 6 ساعات و12 ساعه. فخلال المرحله هي الطفل بس ممكن يعاني انه من رد بسيط او وجع. هلا وقت بصير في وزمه شديده يفضل مراجعه الطبيب، لانه هي مؤشر، الوزمه الشديده هي مؤشر لوجود كسر. الاربطه ما بتعطي هالوزمه الشديده، اصابات الاوتار او الانسجه الرخوه ما بتعطيني هالوزمه الشديده، فنحن عندنا العلامه الانتفاخ او التورم او الوزمه. طيب الخلع مو بيعطي نفس النتيجه احيانا؟ هلا الخلع معناتها نحن هون بمنطقه مفصل. هلا في كسور حول المفصل بتعطي نفس العلامات، ولكن الخلع واضح جدا، يعني بحس انه العظم الشكل الهندسي للمفصل للمرفق او الركبه او هذا انه ما في ما يعني ما هو مزبوط شكله، ما هو مزبوط، فبتلاقي الخلع انه يعني الاهل ممكن ينتبهوا اكثر، ولكن عند الاطفال بالذات في الكسور اللي بتصيب مشاش النمو، المشاش النمو هو المسؤول عن نمو العظم او النمو الطولي. فهذا هي اصابته كثير دقيقه، له ست انماط. النمط الاول تبعه عباره عن رد، مجرد وزمه، ولكن اهمال هذا الشيء ممكن يتحول لانفصال كامل، يعني مشاش النمو ينفصل، اذا انفصل بشكل كامل ممكن يساوي لي هذا اضطراب بالنمو، ممكن يساوي لي قصر، ممكن يساوي لي ميلان بمحور العظم او محور سواء الطرف العلوي او الطرف السفلي. فلذلك دائما كل رد عن طفل مع وزمه مع الم يفضل مراجعه الطبيب، يعني ما تتركوه هيك، يعني ممكن تكون الاذيه كثير بسيطه، علاجها كثير بسيط، شويه مسكنات، ممكن جبيره بسيطه، وموضوع اسبوعين ثلاثه بينحل الموضوع. اذا ترك اكثر زادت الوزمه اكثر، الوزمه او التورم ممكن تساوي لي مشاكل على الاعصاب، ممكن تضغط على الاوعيه، ممكن توقعني بشيء اسمه تنازل حجرات او تنازل المقصوره، عباره عن الوزمه الشديده بتضغط على الاعصاب، بتضغط على الترويه الدمويه، الترويه الدمويه معناتها الدم اللي عم يجي على العضلات وعم يجي على العظم الضعيف، هون ببلش ممكن العضلات هي عباره عن دوره مغلقه، يعني رد، وزمه، انضغاط الاوعيه الشعريه، بالنتيجه هي الدائره المغلقه بتوصلني اما العضلات بتتنخر وبتنكمش او اصابه عصبيه قد تكون غير قابله للتراجع، لذلك هي بنعتبرها هي الوزمه الشديده جدا هي حاله اسعافيه. نضطر ممكن اذا الوزمه شديده نقدر قديش الى طبعا قياس محدد، نعرف الضغط داخل الحجره، الضغط التفاضلي في رقم معين، اذا لقيناه قريب من هالرقم هذا نضطر دغري مباشره لخزع جراحي، يعني ممكن كسر متبدل اهمل او حتى خلال المعالجه بالجبس او بالجراحه. الوزمه شيء طبيعي اللي بعد عمل جراحي او بعد الكسر بتمتد من يومين لثلاثه بعدين بتبلش بالتراجع، فهي الوزمه الشديده دائما احنا بننبه لها بعد الكسور، حتى لو المتبدله بعد ما رديناها وثبتناها بالجبسين بننبه الاهل انتبهوا للوزمه، زادت الوزمه احكوا مع طبيبكم، حتى لو كان الموضوع بالليل معلش فيك تراجع اي مشفى، في هنيك يعني اطباء موجودين بالمشفى ممكن يتصرفوا بخزع الجبسين، لانه الموضوع ما بينسكت عليه نهائيا، ممكن شغله بسيطه توصلني لمشاكل معينه. طبعا دكتور مو بس انه ما لازم نسكت عن الموضوع او يتم اهماله او ترك الموضوع، الكسر اليوم بصير في تعامل مع هذا الكسر خاطئ او اسعافات اوليه خاطئه بتكون، بنشوف مثلا الاهل جابوا بعض الاشياء بعض المراهم او
الجباطات صاروا يتعاملوا من راسهم بدون ما ياخذوا او يعرفوا هذا الطفل انه عنده كسر وبحاجه لدكتور واسعاف. اليوم الاسعافات الاوليه، الاجراءات الاوليه اللي لازم الاهل او اي شخص عنده كسر يتبعها لبين ما وصل لمرحله الدكتور او الاسعاف لحتى يتم الاجراء الصحيح. هلا وقت بصير رد، سواء رد لانسجه رخوه او شكوا بوجود كسر، الكسر يلي ما متبدل، هذه لسه انه استمراريه العظم موجوده عند الاطفال اللي عندهم قشر العظم اللي بنسميه نحن السمحاق باللغه الطبيه، هذا بيعطي وقايه انه الكسر ما يتبدل، الا اذا كانت الاذيه تحت قوه مباشره قويه وقتها بيكسر العظم شيء كامل. فوقت بشوفوا في الم، في وزمه، كان في اختراع دكتور قديم نسمع عنه انه يحطوا يمشوا بيضه على مكان الكسر، ما بعرف انه اذا انكسرت بيكون في كسر، صح هي الشغلات؟ هي النقطه، لا مو انه يحطوا بيضه، انه كانوا يروحوا لعند المجبر العربي فكرتونه وشويه بيض شويه طحين على مبدا يعني شيء قاسي. فنحن بنقول للاهل وقت بصير هيك حالات، خاصه الكسور المتبدله، بتلاقي انه مثلا بالساعد انه اعطتني تشوه، بتلاقي انه صار انخفاض بالساعد او ما شابه ذلك. هلا هون نحن اذا شده بسيطه ممكن تلاقي العظم يرجع مستقيم، بخفف الضغط شوي، بخفف الوزمه شوي، او تثبيت اي شيء، نثبت الطرف بكرتونه، قطعه من الخشب، جبيره معدنيه صغيره، اي شيء موجود بيلف، بس انه الطفل التثبيت غايته اراحه من الالم وتخفيف الوزمه، ريسما انه ياخذوا اجراءات. هلا بالردود ممكن نحن نحط مي بارده او ثلج، مي الثلج، او ممكن نحن الكحول الطبي، قطنه بنغطسها بكحول طبي بنحطها فوق منطقه الاصابه بالنسبه للكسور فقط، اما مثلا التهاب المفاصل او ما شابه بيختلف كثير، يعني ممنوع نحط مي بارده، مي دافئه يعني. فبنحط قطنه فيها كحول على المنطقه المصابه، هي بتسكر الالم، بتخدر شوي، بتسكر الالم وبتعطيني تخفيف للوزمه، الطفل بتلاقيه ارتاح شوي. ريسما يراجع الطبيب وهو يتابع وتدبير الحاله. نعم. طيب دكتور خالد، بعض الإصابات عند الأطفال بتختلف بين طفل وآخر طبقا لبنيته العظمية، اللي هي ممكن مع الوقت كمان تأثر إذا ما تعالج بالطريقة الصح، أنه هو ممكن تعمله مشاكل بالنمو. خلينا نحكي عن هالنقطة لو سمحت. هلأ المشاكل اللي بصير عند الأطفال بالنمو يعني هي نتيجة غالبا اللي هي الإصابة الشائعة، انفصال بمشاش النمو أو غضروف النمو أو صفيحة النمو. هي الأزيات اللي حكينا نحن إلى ست أنماط، هي الأزيات في بعض الأنماط إلى نسبة اضطراب بالنمو أكثر من أنماط تانية، خاصة الأنماط اللي بتوصل للسطح المفصلي، فممكن يصير أنا عندي انغلاق باكر للمشاش، يعني العظم ما بيطول، فبتلاقي ممكن يصير في قصر بين هذا الطرف وبين هذا الطرف، ممكن نساوي لي تزوي، يعني اضطرابات النمو أما ممكن نساوي لي تزوي أو ممكن نساوي لي قصر. طبعا توقف النمو ممكن يصير عندي داخل مشاش النمو، شيء بنسميه جسر عظمي، يعني هي منطقه غضروفيه، مشاش النمو اللي من العظم منطقه غضروفيه، نتيجه الاصابه اللي صارت فيها ممكن يصير عندي جسر عظمي، يعني تكون عظم داخل منها، فبالتالي كانه انا كمشت لهذا، ما عاد في نمو. فهي اذا صارت حتعطيني اضطرابات بالنمو، حتعطيني قصر، حتعطيني تزوي، محور الطرف حيصير فيه تشوه او ما شابه ذلك. هلا الكسور المتبدله نفس الشيء، خاصه اذا ما ارتدت بشكل صح، خاصة الكسور الحلزونية أو المائلة، ممكن هي تعطيني قصر، إنه هي كسور بنسميها كسور غير ثابتة، ممكن تزحط بأي لحظة، لذلك نحن دائما بننبه الأهل وقت بصير في كسر، دائما نحن في فترات متقاربة لازم أراجع الطبيب، والغلط يعني اللي أحيانا موجود، إنه الأهل بيقول لك خلص سوى الكسر، شاف الصورة أموره منيحة، بيغيبوا، بكون الطبيب قايل له راجعوني بعد اسبوع، بتلاقيهم هن راحوا غابوا اسبوعين ثلاثه، بتيجي بتصوري بتلاقي انه الكسر تبدل، الجبس ما بيعطي ثباتيه كامله، ممكن تخف الوزمه، ممكن القالب الجبسي يصير فضفاض شوي، فبالتالي صار في حركه بالكسر، هي ممكن الكسر يميل، فلذلك المتابعه الدوريه وتعليمات الطبيب تعطيني وقايه دائما من اي اختلاطات قد تظهر بالمستقبل. احيانا هي الكسور المتبدله ممكن تضغط على الأعصاب، سواء نتيجة وزمة أو أذية مباشرة أو تبدل الكسر، ممكن تعطيني أعراض خدر النمل، خاصة بالكسور اللي بتصير حول المرفق أو حول الركبة. كمان نحن بننبه الأهل
إذا صار عند الطفل حسيته عم يبكي أو إذا واعي شوي قال لك إيدي نملت أو اخترت أو حسيت فيه اضطراب بلون الجلد أو ما شابه ذلك، مباشرة اتصل بالطبيب أو راجع طبيبه. أكيد بالختام دكتور بدنا نتمنى السلامة للجميع ولكل الأهل ينتبهوا على أولادهم شو ما كان السبب وحمايتهم من الكسور. شكرا لك أستاذ دكتور خالد، أهلا وسهلا. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها.